الحمد لله حمدا يرضيه، وصلاة وسلاما على من اجتمعت المحاسن فيه، حبيب القلوب ودواؤها، طب النفوس وشفاؤها، محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أبي بكر وعمر وعلي وعثمان، اللهم آمين. ثم أما بعد، صلة الرحم عبادة اندثرت في تلك الأيام، عبادة اختفت من بين الناس، وهي مفتاح من مفاتيح الرزق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، أي من أراد زيادة وبركة وسعة وطولا في عمره، ومن أراد زيادة وبركة وسعة في رزقه فعليه بصلة الأرحام. فكيف لا نصل الأرحام وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الإسلام فضل صلة الرحم لغير المسلم، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها أتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وقالت له: يا رسول الله، إن أمي قدمت إلي وهي راغمة، وفي رواية وهي راغبة، أفأصلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. فإن كان هذه الصلة وإن كانت تلك الصلة مع غير المسلمين، فحري أن تكون مع أقاربك الذين هم مسلمون بفضل الله ومنه وكرمه. وقد أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى ووصف قطيعة الأرحام بالإفساد في الأرض، فقال: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فوصف قطع الأرحام بالإفساد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا تحذيرا شديد، قال: لا يدخل الجنة قاطع، بنص صريح. ففسر العلماء أنه لا يدخل الجنة ابتداء، فينتظر حتى يدخل جميع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منتظر حتى يؤذن له بالدخول إلى الجنة، والانتظار في ذلك الوقت عذاب. فإياك وقطع الأرحام. فهناك الكثير من الناس من يقطعون أرحامهم لأجل أسباب تافهة، لأجل أن أخاه لم يعطه حقه في الميراث، أو لأجل أن أخته لم تبدأ عليه بالسلام. فحري بك أن تكون عضد وساعد لإخوتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعض. فإن كان هذا أخوك من غير النسب، فكيف بإخوتك الذي تربطك بينهم صلة الرحم، وتربطك بينهم القرابة والنسب والدم. فحري بالمسلم أن يصل أرحامه، والصلة تكون بالتودد والمحبة والألفة، وتقديم المساعدات لهم ومشاركتهم في الأفراح والأحزان، ولا تكتفي بالاتصال في الهاتف، ولكن يجب عليك أن تزوره وتشاركه وتذهب إلى بيته. وإياك ثم إياك أن تكون من المكافئين. أتى إليك فلان فتذهب إليه، سلم عليك فلان فتسلم عليه، قطعك فلان تقطعه أنت أيضا. قال عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي المكافأة وليست صلة الأرحام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، فالذي يكافئ على الصلة بصلة مثلها لا تكون صلة. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل، اسمع، من إذا انقطعت رحمه وصلها.
هو الذي يبدأ، وخيركم من بدأ بالسلام. فإن كانت هناك قطيعة بينك وبين أحد أقاربك فانوي من الآن واذهب وابدأ حتى يكون فيك الخير، وخيركم من يبدأ بالسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يصلون أرحامهم، وأن يرزقنا البركة في المال والعمر والأهل والأولاد. اللهم آمين. أحسنت يا أحمد وبارك الله فيك، ممتاز ما شاء الله، لا قوة إلا بالله.